أنا اسمي جيرس نوروز، وحصل في حياتي قوة للتغيير. حياتي بدأت من سن إعدادي، يعني تقريبا وأنا عندي 15 سنة. كنت في الأول بحضر اجتماعات لغاية مدارس أحد، وبعد مدارس أحد تقريبا لغاية تاني إعدادي. وبدأت سني بدأ يكبر شوية، وبدأت أخد قرارات لنفسي وأتمرد على الحياة اللي أنا عايش فيها، الحياة الأسرية في البيت عندي، الحياة في الكنيسة بدأت أتمرد عليها، مش عاجبني الوضع. نظر لأن المستوى المادي عندي كان شوية، كانت الدنيا شوية على جديها مستوى مادي، وكانت الناس في الكنيسة أو اللي حواليها في الكنيسة كان مستواهم شبه أعلى مننا بكتير. وبدأ الشيطان يستغل الحتة دي، أن أنا الدنيا معايا مش كويسة ماديا، عندي احتياجات نفسي أعملها، شايف ناس أحسن مني ماديا. ويوم ورا التاني بدأ الشيطان يستغل الحتة دي فيا، وبدأ يكبرها فيا، بدأ ياخدني في اتجاه تاني خالص، مش بحضر اجتماعات، مش بحضر كنيسة، مش بحضر أي حاجة روحية. وبدأ يعرفني لما دخلت ثانوي، بدأ يعرفني على حد تاني، شباب مش بيعرفوا الرب. ومن خلال الشباب مش بعرفوا الرب أنا بدأت أروح لاتجاه تاني خالص عكسي، ان انا اشرب سجاير، ان انا علاقات مش كويسه، ان انا اتفرج على حياه مش كويسه. ومع مر الوقت الشيطان بدا يكبر فيا الحته دي بطريقه كبيره جدا. وكان معايا في التوقيت ده كان معايا والدي والبيت عندي، بدا يكتشفوا ان انا بدات اروح مكان تاني هما مش متخيلينه. وكل شويه بقيت اروح في مكان اجرب حاجه جديده. مع الوقت بعد ما دخلت ثانوي بدأت أشوف أخش في شغل، الشغل ده كان عبارة عن تجارة، تعرفت على ناس إن أنا أبيع وأشتري. وخط التجارة والبيع والشراء بالنسبة للماديات لقيت فيه اللي أنا بدور عليه من ناحية الفلوس والماديات، لقيت نفسي في البيع والشراء وفي التجارة. لكن لما بدأت أمسك فلوس وأنا ببيع وبشتري مع الناس اللي أنا تعرفت عليهم دول في السوق، كنا بالتجارة مش تجارة كبيرة يعني، لكن كنا زي ما كنا مثلا بنجيب بضاعة وبنسرح بيها، نلف بيها كده في أماكن معينة ونحاول نبيع الشغل ده. ومرة على مرة على مرة بدأت أمسك فلوس، ومن خلال الفلوس اللي كنت بكسبها بدأت أعمل اللي أنا كنت بدور عليه زمان، ما كنتش عارف أعمل ولا معيش فلوس كنت بعمله لما بدأت أمسك فلوس. وبدأت أتعرف على أصحابي بنفس العينة اللي إحنا بدأت أمشي معاهم، بدأنا نشرب، تعرض ان انا اشرب مكيفات واشرب مخدرات وعلاقات. وكنت بالنسبه لي كده ان انا حاجه جوايا كنت بتمناها ولقيتها، اللي انا كنت بدور عليه لقيته من خلال المجموعه دي ومن خلال الخط اللي انا ماشي فيه. وبعد فتره كل يوم التاني بقيت ازيد في الشر ومع الشيطان، لكن كنت كل مره برجع فيها بالليل كنت بحس ان انا مش انا. كل ما كنت اجي بالليل واخبط على البيت عندي، وكانت والدتي تفتح لي الباب الساعه 2 الساعه 3، كل مره بحس اني مش انا. لكن انا حسيت ان انا متجيد، حد ربطني وانا مكمل في الخط ده.
لكن الشيء الغريب ان كل مره كنت اخش فيها البيت اول ما ابويا يسمع رنه الجرس كان يبدا يركع على رجليه ويصلي. كنت اسمعه وهو بيبكي ويقول للرب يا رب ده جرجس ابني الوحيد، ما اسمحش انه الشيطان ياخده في مكان ابعد من كده، يا رب مد ايدك وغيره. لما كنت اسمع ابويا يصلي لي كنت بستغرب، يعني هو انا دلوقت ولا زمان الاحسن؟ الوقت انا بكسب فلوس، بعرف اجيب مصاريفي، مش بقول له هات فلوس زي زمان، مش محتاج منه اي حاجه، وانا احسن من غيري، انا بكسب واللي بجيبه ممكن اكون بضيعه لكن مش بطلب منه حاجه. فكنت استغرب هو ليه ابويا بيبكي بدموع كده. ومرت الايام وعدت وانا مكمل في الخط ده، وخلصت ساعتها ثانوي، وبعد ثانوي رحت اشتغلت في مصيف في راس البر في دمياط. والمصيف ده كان نجلة جديدة مع الشيطان طبعا، بطريقة أوسع، الدنيا مفتوحة أكتر، محدش، مش بروح كل يوم بالليل على جل حد يقول لي كفاية كده، محدش بيقول لي كفاية. وبعد فترة تقريبا قعدت 4 سنين في راس البر لغاية 97، سنة 97، ونزلت من راس البر، استقريت في المنيا في أواخر 97. ولما رجعت المنيا بدأت أتعرف على مجموعة تاني، وكنا بنروح نول على قهوة، وبدأوا نخش في خط القمار وإنه نلعب قمار مع بعضينا. ودي كانت من ضمن أصعب حاجة أنا عملتها وأنا في الشر. كنا بنقعد نلعب قمار لغاية الساعة 2 أو 3 بالليل، وكنت بعد ما أخلص لعب القمار ولا مروح اليوم اللي كنت أخسر فيه كنت ببكي، أروح وأنا باكي وأنا راكب العجلة ومروح كنت بتقطع من جوايا، وأخذ قرارات مع نفسي إن أنا دي آخر مرة هلعب فيها، أنا مش هروح أقعد تاني على القهوة، مش هقعد تاني مع الناس دي. لكن الغريب إن أنا كنت أخذ القرار وبعد يومين أو ثلاثة بالكثير ألاقي نفسي برجع تاني لنفس القعدة وبلعب تاني نفس القمار اللي أنا بلعبه ده مع أصحابي دول، وبخسر تاني، وكل يوم أخذ قرار وأرجع فيه، لأن الشيطان كان رابطني، الشيطان كان عامل لي بنيلي زي كده حاجز بيني ما بين الاجتماعات وبيني ما بين الكنيسة. كل ما أفكر أو حد يجي يحكي لي عن محبة الرب وعن الاجتماعات وعن قوة التغيير كنت ألاقي نفسي بقول لا ومش هنفع أنا وأنا ما ينفعش وأنا خلاص الحكاية كده. كان جنبينا على طول في البيت أخ اسمه الأخ ويليام أبو أمير، كان دايما كل ما يلاقيني قاعد في البيت كده وأنا قاعد بشرب شيشة كان يعدي عليا ويقعد يكلمنا عن الرب ويحكي لي عن محبة الرب. لكن أنا كنت بسمع كلام من هنا وطلع من هنا لأن حاسس الكلام اللي هو بيقوله لي مش هينفع معايا. لكن جيت في مرة من المرات قلت أنا مش هخليه يجي تاني، فأنا هسأله سؤال أو هزنجه في سؤال كده أخليه ما يكلمنيش تاني عن الرب. فلما دخل قاعد يحكي لي عن المسيح وعن محبة الرب وان الرب عنده كتير وان الرب، رحت قلت له يا عم ويليام من الاخر انا ما ينفعش اروح اصلي لانه لو انا صليت مش هنفع اكمل في الشغل اللي انا شغال فيه، يا اما لو انت عاوزني اروح اصلي في الكنيسه الرسوليه بتاعتكم دي خلي الرب يبعت لي 150,000 جنيه ومحل في شارع الحسيني، دكان في شارع الحسيني. فانا وانا بسال السؤال ده انا تخيلت كده ان انا يعني كده يعني انا زنجته زنجه كبيره جدا ومش هيعرف يرد عليا وخلاص مش هيجيني تاني. لكن فوجئت ان اخ ويليام خد جزء كده من الثانيه كده وراح قال لي بس كده هم دول بس اللي انت محتاجه من الرب. طب ايه رايك لو انت جيت للرب الرب يقدر يبعت لك جد دول عشرات المرات. فانا طبعا استغربت من الرد بتاعه لان كنت متخيل ان هيقول لي اللي عايز يجي يصلي مش لازم عشان فلوس ولا الكلام ده كله، لكن هو رد عليا رد وقال لي ان الرب عنده كتير. وعدت الفتره دي وكان يكلمني وكان واحد تاني
الاخ موريس بطرس كان بيعدي عليا كل يوم حد الساعه 7 الصبح عشان اروح معاه الاجتماع. كان يطلع لي تاني دور يصحيني مره على مره، كان يطلع يصحيني. اول مره اتكسفت منه ورحت معاه الاجتماع، تاني مره رحت معاه الاجتماع كان يوم حد، ثالث مره رحت مسكت ابويا وامي قلت لهم الاخ ده لو جه يصحاني انا ممكن ازعط وانا ممكن هشتمه ومش هخليه يعدي عليا تاني. فابويا فعلا جه الاخ مريز بعدها بحد او باثنين عدى عليا الصبحيه. راح ابويا فتح الباب وقال له معلش هو مش هينفع يروح النهارده وعشان هو مش حابب وخلاص ما تعديش عليه تاني، انا باخده معايا الاجتماعات. في فترة من الفترات كان عندنا مؤتمر في الكنيسة الرسولية عندنا، واتفاجئت ان اخواتي وابويا حايزين لي في المؤتمر، وانا كنت اقول لهم انا مش رايح. فابويا قال لي يا ابني احنا كده دفعنا لك الفلوس ودفعنا الاشتراك، فخسارة بدل ما الاشتراك يروح علينا، تعال غير جو معانا وبراحتك، لو انت مش عاوز تصلي ما تصليش، بس تعال احنا دفعنا الفلوس بدل ما تروح علينا. فتحت الفكرة دي ان ممكن الفلوس تروح علينا، انا قررت ان انا اطلع معاهم المؤتمر. بدا اول اجتماع بالليل، عمل اجتماع بالليل تسبيح وصلاه وترنيم وبعد كده وعظه. انا كنت قاعد ورا خالص وحاسس ان الكلام اللي هم بالخط اللي هم فيه ده مش هينفع معايا، مش انا مش ليا، لكن ده للناس اللي قاعده. انا قاعد ورا حاسس ان انا حزين ومليان كده بالحزن والكآبه لان كنت بعيد عن الرب. خلص اول يوم في المؤتمر، وتاني يوم خلص، وتالت يوم برضك نفس الفكرة، وكان كلام رائع جدا، وشايف ناس بتصلي وناس بتسلم حياتها للمسيح وناس بتاخد قرارات وناس، كان حاجة حلوة خالص، لكن الكلام ده ما كانش نافع معانا شخصيا. اليوم التالت كانوا هم معودين بيعملوا حاجة كل سنة، بيعملوا حاجة اسمها ليلة صلاة بعد ما الاجتماع بيخلص وبينزلوا يتعشوا وكده، بيعملوا حاجه اسمها ليله صلاه بيعملوها للصبح. فاحنا قاعدين جه القسيس بيقول انه النهارده ليله صلاه، اللي عاوز يطلع يصلي يطلع في القاعه فوق. فبصيت حواليا لقيت تقريبا كل المؤتمر طلع يحضر حلقه الصلاه اللي فوق. قعدت كمان نص ساعه حسبه ساعه، بدا الجو روحي حلو جدا فوق، بدات اسمع ناس بتبكي وناس بتصلي والصوتين جوايا، صوت يقول لي اطلع ولو على سبيل التجربه، والصوت ابليس يقول لي اوعى تطلع لالا القسيس يخليك تصلي وانت ما بتعرفش تصلي. لكن اخيرا صوت الرب كان اقوى، وطلعت فوق الاجتماع ولقيت ناس بتصلي بطريقه اول مره كنت اشوفها. بدا الخادم يمسك القسيس يمسك المايك وبدا يقول كلام محدد، كنت شاب نفسك تصلي ومش قادر تصلي، الرب يسوع جابك النهارده عشان تصلي. كنت مستكتر قلب الحرف كده، كنت مستكتر خطاياك، لو انت حاسس ان خطاياك كتيره على الرب، الرب جابك النهارده عشان يغيرك. لو انت وصلت لحاله الادمان الرب يقدر يغيرك، لو انت بتلعب قمار الرب يغيرك. بدا يقول كلام اللي انا بعمله بالظبط، لو انت ليك علاقات مش كويسه الرب يقدر يغيرك. وانا قاعد ورا وحسيت ان الكلام ده ليا، كان عدد المؤتمرين تقريبا 140 فرد، لكن حسيت ان الكلام ده بتاعي انا، انا اللي في القاعه دي، انا اللي بلعب قمار، وانا اللي لي علاقات مش كويسه، وانا اللي بشرب مكيفات، وانا اللي الدنيا وانا اللي نفسي اصلي لكن مش قادر، حاسس ان انا مربوط. وبدات افكر في الكلام ده، وصوت جوايا اللي سمعته وانا قاعد تحت قبل ما اطلع قاعه الصلاه، صوت جوايا بدا يتكرر تاني، اطلع، اللي كان بيقول لي اطلع ولو على سبيل التجربه، نفس الصوت بدا يقول لي طب قول للرب سامحني، طب تعالى جرب وقول له يا رب ارحمني وسامحني وشوف الرب هيعمل معاك ايه، قول له كده يا رب سامحني. وانا بدات اسال الصوت ده من جوايا هيسامحني على القمار؟ القسيس كان بيقول في المايك كان حد بيرد عليا، دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه، هيسامحني على العلاقات؟ دم كل ما نسال نفسي سؤال الرب كان بيجاوبني عليه من خلال القسيس. لكن بعد تقريبا ربع ساعه لقيت كأن في بركان انفجر جوايا. وعلى غير العادة بدأت أركع على رجلي وأقول يا رب طب سامحني، صوت الرب ليا
دم يسوع يطهر من كل خطيئة. ربي طب ارحمني، طب سامحني. فجئت ان انا صوتي بيعلى، بصرخ قدام الرب بقول يا رب ارحمني. بدأت ابكي قدام الرب، وعلى مدار نص ساعة صلاة، وكان كل الناس اللي معايا كان كل واحد فيهم بيصلي، محدش كان ليه دعوة بيا، محدش كان بيبص عليا، محدش كان بيركز عليا. انا قعدت اصلي مع نفسي وبدموع قدام الرب، وانا بركع قدام الرب بقول يا رب انا الخاطئ ارحمني وغيرني وطهرني، نفسي يا رب تسكن في حياتي. بعد ما صليت الصلوة دي انا حسيت انه عيني اتغيرت، رب غير عيني، رب غير فكري. في التلت ساعة اللي انا صليتها وهما بيقولوا لي مبروك، انا فعلا حسيت ان انا اتغيرت، لكن ما كنتش فاهم جوي يعني اتغيرت، لكن بدأت احس عيني اتغيرت، فكري اتغير. وبدأ ابويا يقعد معايا، والقسيس قعد معايا وقال لي انت كده سلمت حياتك للرب وانت اتغيرت ومبروك. ورحنا بعد كده نمنا، وقمنا تاني يوم الصبح اول واحد حضر الاجتماع بعد ما كانوا بيطلعوني بالعافيه في الثلاث ايام الاولانيين. اول واحد طلع على القاعه كنت انا، ما كنتش بعرف ارنم لكن عاوز ارنم زي ما الناس بترنم، عاوز اسمع. قعدت قدام بعد ما كنت قاعد اخر واحد ورا، قعدت قدام عاوز اسمع الخدمه حتى لو انا مش فاهم جوي، لكن عاوز اسمع كلام ربنا. وخلص المؤتمر ورجعنا المنيا، واول حاجه عملتها ثاني يوم على طول حضرت اول اجتماع ليا في الكنيسه عندنا، وبدا القسيس من على المنبر يقول احنا بنرحب بعضو جديد الاخ جرجس سلم حياته للرب، وانه كان وبيجي. وانا بقى قاعد حاسس انه كل الناس بتبص عليا، بقيت مكسوف. اول مره احضر اجتماع في المكان وهو بدا يقول الكلام ده، لكن الرب شجعني وبدات اتكلم عن محبه الرب ليا، ان انا كنت وبجيت، لكن الشيطان ما سابنيش. بدا يبعت لي اصحابي اللي كنت بمشي معاهم، بدا يقولوا لي تعالى الترابيزه سخنه، احنا بنلعب مش عارف ايه، تعالى ده احنا جبنا في حد ثاني بيقعد معانا. وانا فيهم المسيحي وفيهم الغير مسيحي، بدات اقول لهم بالحرف زي ما الاخوه اللي قعدوا معايا قالوا لي لما يجوا لك قول كذا. فقلت زي ما الاخوه قالوا لي ان انا اتغيرت والرب يسوع ساكن في قلبي، فما ينفعش اروح العب جمار تاني. بدأ أصحابي يقولوا لي إحنا الكلام ده حصل معانا كتير، لكن كل مرة كنت بسمح فيها الكلام ده كنت بسرعة أجري على الرب وأقول يا رب ما اسمحش يا رب إن أنا أرجع، ولو أنت عارف يا رب إن أنا هرجع للخطية تاني، لو أنت عارف إن أنا هرجع للخطية تاني خد نفسي يا رب، ما اسمحش إن أنا أرجع يوم من الأيام اللي أنا كنت فيه في الخطية. كان عندنا محل صغير والرب سمح ان المحل ده يتاخد مننا، وقعدت 3 اشهر من غير شغل. كنت بقول للرب يا رب انا بعد ما سلمت حياتي ليك وقعدت في المحل وبدات استقر في المنيا، ينفع المحل ده يتاخد مني؟ والحته دي كانت صراع بيني ما بين الرب، لكن كان عندي ثقه في الرب ان الرب اللي انا سلمت ليه حياتي، قلت له يا رب انا بعيش لك، ان الرب هيمد ايده وهيعمل شيء عظيم. وبعد فتره الرب فتح قدامي شغل والرب اكرمني بشغل، وبدا الرب يفكرني بالسؤال اللي سالته زمان للاخ ويليام، ان لو انا جيت للرب الرب يقدر يديني محل و150 الف جنيه. لما اقعد اشوف النهارده الامور اللي الرب عملها معايا والنجله اللي الرب عملها في حياتي اقول له صح يا رب، انت اله عظيم، انت رب اللي ما ينفعش الناس تعمل وانت تعمل. لو انت شخص من نفس النوعيه اللي انا كنت فيها، لو انت وصلت لحاله الادمان، لو انت لعبت قمار، لو انت ليك علاقات مشبوهه، الرب يسوع بيقول ان دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيه. اوعى تقول خطاياك كتير على الرب. الرب النهارده بيقول لك انا مستنيك، الرب بيقول لك ان دم بيطهر من كل خطيه، مهما كانت خطاياك في نظر عينيك كبيره وانت مستكبرها، او انت بتحس ان دي خطايا كبيره وانا ما ينفعش ارجع. لا، في ناس كتير غيرك قالوا ما ينفعش ارجع، لكن صوت الرب ليك بيقول لك انا مستنيك، والرب فاتح ذراعيه ومستنيك. تعال قول له
يا رب ارحمني. انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا قلت له يا رب ارحمني انا الخاطئ، سامحني واغفر لي خطيتي. وكان الرب بيسمع لصلاتي، والرب غيرني، والرب سامحني على كل الخطايا اللي كنت بعملها.